السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا بهذا الفيديو اليوم راح احكي لكم واشرح لكم سبب انقطاعي باليوتيوب. طبعا اليوم صبحنا على شغله انه السياره، شوفوا قال لك انه امريكا امان، واحد بيبي شوت جان، وحده تنتين فلشهم. تعال هنا، حتى هاي الورا، شوف قديش يكلفونا تصليح هدول؟ 600 دولار. صبحنا على 600 دولار، الحمد لله. وخلونا نكمل الفيديو وليتس جو. اليوم الضيف شرف مالتنا للفيديو جعفر. اهلا وسهلا حبيبي جعفر. وبطريقنا قلنا نعدي ناخذ الامب مال ليفت، بما انه انا بشتغل ليفت، قلنا ناخذ الامب اللي بيشتغل ضوء عمود نحطه بالسياره بالليل، يضل شغال، يعرفوا السيارة انه انا اشتغل ليفت، مشان الكاستمر مثلا ما تضيعني او ينتبهوا للسيارة هاي سيارة ليفت. وبها شغلة كلش حلوة، الكاستمر او الشخص اللي يصعد وياك يبين اسمه بالان، فشي كلش حلو، يعني ينطي طابع حلو للباسمر. ايه، وغير هيك انك من توصل يشتغل ضو فوشي مدري اخضر، حتى يكتب له بالتطبيق انه العلامة لونها ازرق او لونها اصفر او لونها احمر، العلامة شي مثل هيك تقريبا. Let's go inside and نشوف بركي ناخذها. طبعا هنا جوا يعملوا انسبكشن للسيارات، وهنا السيارات بالصف اللي بيها فحص عام، بيعملوا لها فحص عام، عمود يفحصوا السياره انه ما فيها مشاكل، جاهزه بركياتها نظاميه، الاويل نظامي، التيارات، السيفتي مالتها، وبعدين بيعملوا لك لها ابروف عمود تنطلق تشتغل وتلم الدولارات اللي بالشارع. طبعا جعفر انا شفت شغله انه هدول جوا يدعمون المثليين، ما رايك؟ هاي بعد شغلتك انت. لا والله انت بتلاحظ بالعيد مالتهم، هم طبعا عندهم عيد خاص فيهم، حتى السياره بتنقلب الوان. اي هنا مو تعرف شغله، ولايه كاليفورنيا هي اكثر ولايه واكثر ولايه بالعالم هي تدعم هذا الشيء، ولايه كاليفورنيا، لذلك انه تشوف هوايه يعني بالمطاعم، حتى بالمدارس الابتدائيه. بالضبط، يعني بالببليك اريا، اني وير، يعني وين مكان. طبعا اعطونا هدول اللزقات، الامب ما موجود عندهم، بس انا ما صدقتهم، شو رايك؟ لا انا صدقتهم ما عندهم، لانه حتى على الويب سايت من تروح يقول لك از نوت افايلبل. تعرف ليش؟ لانه انا بنفس اليوم اللي انا اخذت فيه كان عندهم خير الله جوا. صديقي اجى وراي مباشر ينطون للعالم، قال له ما عندنا، اكو اشخاص ما ينطوهم واشخاص ينطوهم. حتى اوكي، يعني المفروض يكون اذا واحد تو بلش بالجديد بلش، اي ممكن، بس إيه؟ اذا واحد انا هسه من 2008 اكثر من 4000 رحله عندي، ومن تضيف سياره جديد يحق لك واحد، انا لانه كنت قلت لهم ضايفه جديد انطوني واحد. اكو هيك شي اوبشن بالاب طلع لي ما ضفت لسيانا. اي بالضبط، لازم ينطوك. وهسه يا جماعه اجى الوقت انه نشرح لكم سبب انقطاعنا عن اليوتيوب. طبعا اول شغله بامريكا عندنا رحنا انه هون الوقت ثمين جدا، والوقت من ذهب كلش، يعني خصوصا هنا تقعد الصبح غمض عين فتحين صارت الدنيا ليل. وانا كان عندي تحضير البطوله من قبل يعني، وهذا سبب من اسباب انقطاعي باليوتيوب، لانه كنت راقد ورا الهدف مالتي اني احقق البطوله مالتي، والحمد لله عملت بطولتين، واحده كلاسيك فيزيك، واحده وزن مفتوح. طبعا ضحكوا علينا بميدالي، بس طبعا تعبنا كثير لحتى حصلنا هالاثنين ميدالي. اول وحده وزن المفتوح اخذنا مركز ثاني، الكلاسيك فيزيك اخذنا مركز رابع. والشغله الثانيه انه صار عندي كثير مشاكل بحياتي، مثل دخلت باكتئاب، صارت عندي مشاكل هواي، شغلي وقف، وصارت يعني عندي امور كثيره، وبالنسبه يعني صارت عندي حتى وصلت الامور للمحكمه، يعني انه صارت مشاكل بشغلي وصلت الامور للمحكمه، وهذا طبعا حطمني تماما وما خلاني عندي نفس اسوي شيء ابدا. وثالث شغله كتبت كتابي، ويعني ومنطي وقتي حاليا كله لزوجتي، هو كتب كتاب، يعني ان شاء الله دعونا تتم على خير، والعرس راح يكون ان شاء الله بشهر السادس، وحيكون عندي كمان بطوله ثانيه بشهر مارس، يعني ورا 3 اشهر هسه راح نبلش بنهايه هذا الشهر تحضير للبطوله. يعني هنا بامريكا مثل ما حكيت بالبدايه انه الوقت كلش
ثمين يعني وقتك، وبالنسبة للشغل يعني بالنسبة يعني كنت أنا بحاجة إني أشتغل أطلع فلوس أكثر من ما أشيل الكاميرا وأطلع أصور. وتعرف تحضير البطولة بالنسبة لكمال الأجسام مصاريف، يعني أي واحد يلعب كمال الأجسام وطاب بطولات يعرف قديش يحط فلوس وقديش يصرف على البطولة، لأنه بالنسبة للبطولة مصاريف عالية. وهسه إن شاء الله راجع رجعة قوية، واتمنى الدعم منكم إن شاء الله لحتى نضل مستمرين بإذن الله. والشخص الأكثر واحد أعطاني دعم اللي هو دا يصور صديقي جعفر، وإن شاء الله حتشوفونا قريبا في فيديوهات حلوة، وإن شاء الله ما رح نقطع، وعندي دافع قوي وراجع أكمل باليوتيوب بإذن الله. لا تشي، أنا قلت لك بشار أنه أنت إذا انقطعت هالمرة عن اليوتيوب أنا رح أزعل عليك. لا لا إن شاء الله ما رح انقطع، تعرف لأنه إيه؟ أنا كنت أقول لك دائما بشار لما تكون أنت جاهز تجي على اليوتيوب. اليوتيوب يحتاج لوقت، يحتاج ل انت تعرف الوقت ضدك، بس صح. انت اذا ما عندك وقت لا تدخل هذا المجال، يعني صح. انا هاي دائما اقول لها انت لك سنه عم بتحاول ترجعني لليوتيوب، وانا شو كنت اقول لك؟ ما عندي وقت لانه عرفان ما راح اصور فيديو واعمل قطع وداتسيت. بس هسه راجعين مستمرين، وحيكون الداعم مالتنا جعفر، هو اكثر شخص بالصراحه شجعني اني ارجع لليوتيوب. وجعفر طبعا عنده 250 الف متابع. يعني شفت انه الوقت هو صح يعني ثمين، بس مو اثمن من اليوتيوب. اليوتيوب يستحق كل ثانيه تدفعها بيه. كلامك صح، لو كان عندك فلوس وما مطلوب اجار وما مطلوب انشور السياره وما مطلوب بيمنات. هسه انت قد مطلوب على الاكونت مالتك تشيكن اكونت؟ تشيكن اكونت نيجاتيف، اي سوير جاد نيجاتيف، اول ذا كريديت يعني ناقص ناقص يعني كل الكريديتات دافعه يعني. لانه لا تخليك بعيد على اليوتيوب، ارجع على الاوبر. لا ما ارجع على الاوبر، قلت لك انا راجع وبقوه، هذا الشيء ما راح ياثر علي ابدا، حاليا ما راح اخلي شيء ياثر علي، ومثل ما خليت شيء أثر علي بالبطولة، لأنه بالبطولة انكسرت أكثر من هيك بكتير. والحمد لله وقت كتبت كتابي نفس الشيء، كانت فلوس دفعت وربك يسره، ورب العالمين رح ييسر كل شيء. وليتس جو. المفروض هذا الفيديو يكون كامل، يعني عنوان كامل على سر نجاحك انت على السوشيال ميديا. هذا الكلام موجه لبشار لأنه هو جاي يصور حاليا، أنه رقم واحد سوي المحتوى او الشيء اللي انت تحبه. ثاني شغله لا تتصنع، خليك على طبيعتك. يعني على سبيل المثال بشار هو طبيعته انه ما يضحك قدام الكاميرا، قلت له خليك على طبيعتك، انا ما اجي اقول له بشار لازم تضحك. الشغله الثالثه لا تفكر انه هو راح يجيب لك دخل كبدايه، يحتاج لازم تشتغل عليه كانه شخص دخل بزنس وجايبني هذا البزنس مالته. فانت توك فتحت بزنس ولازم تشتغل عليه، لازم تخلي فلوس، لازم تخلي وقت. مثل ما ذكرت قبل شوي اليوتيوب يستحق كل ثانيه ممكن احنا نخليها عليه. ليش؟ بس لازم تشتغل صحيح، مو معناته اني اجيب الكاميرا واصور، لا لازم تعطي نصائح. اهم شيء الفيديو مالتك يا بشار واي شخص دا يشوف الفيديو يكون به فائده. شنو الفائده اذا الفيديو مالتك ما بي فائدة للناس؟ يعني أنا شرحت عن أوبر قبل شوية، تحت شو أقول نزل فيديوهات أوبر، نزل عن الجيم. يعني أنت عندك بطولة وعندك تمارين وجاي نتمرن، أنا أسوي لك مقاطع عن التمارين، يوم من حياتي بالجيم. إن شاء الله راح يبدي محتويات جديدة. القناة مالتها هي حاليا يعني ما بيها هواية متابعين، بس أكيد يعني إن شاء الله بدعمكم باللايك والاشتراك نستمر وياكم، وإحنا راح نكون ثنائي دائما يشوفونا مقاطع فيديو. فاللي ما مشترك خليه يشترك بالقناتين، قناتي وقناة بشار. Let's go. جعفر تتذكر أول مرة تقابلنا أنا وأنت؟ أي أتذكر. قد كنت خجول من تحكي قدام الكاميرا. أي شخص يدخل مجال السوشيال ميديا اليوتيوب أو تيك توك أو إنستغرام بصورة عامة، أكيد أول ما يزم الكاميرا ويخليها قدامه راح يكون مرتبك، ما يعرف يحكي، صعبة كلش صعبة. وكنت هواية أعاني من الأخطاء وعيد المقدمة يمكن 4-5 مرات. مو بس أنت وأنا كمان كنت. بس لما يكون لك تقريبا سنتين
وعندك اكثر من 250 فيديو على اليوتيوب واكثر من 1500 فيديو على التيك توك وانستغرام، وعندك صارت خبره بهذا المجال، اكيد هواي اشياء تتعلمها سلبيات وايجابيات، وان شاء الله بالمستقبل القريب انا راح احكي لكم عن هذا المحتوى. يعني كلام 100%، وانا اشجع انه انت تحكي هذا الكلام، هذا الكلام 100%. اكو بعض الاشخاص ببلشوا باليوتيوب، فانا هلا ما يعني انه تارك، بس اكو بعض الاشخاص ببلش باليوتيوب مجرد ما يمسك الكاميرا ما بيعرف يحكي كلمتين، بقول لك انا اتخلى عن هذا الشيء وما اريده، لانه انا من طبعي ما متقبل قدام الكاميرا. شو رايك؟ ضروري الشخص لازم يطلع وجهه بالفيديو، اكو هواي ناس ما يحبون يطلعون وجههم، هذا راح يعني ما راح يجيب لك نتيجه بالاخير، يعني ما راح يجيك متابعين، الناس تحب انه انت تطلع وجهك وتشرح ليش، لان هذا المحتوى راح يكون لك حصريا، يعني هذا الفيديو مال بشار الوحيد، بشار هو اللي مصوره بكاميرته الخاصه، الفيلم مالته هو هذا، فاذا يجي شخص ثاني راح ياخذه، راح يصير كوبي رايت على الشخص المقابله، فانت لازم تكون انه انت صاحب المحتوى، لا تجيني بمحتوى ماخذه من 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 مكان ثاني على اليوتيوب تنزل مثلا، فانت خليك دائما الشخص اللي ينزل المحتوى. الشغله الثانيه قبل ما نكمل من هذا الفيديو، شغله مهمه احب اضيفه، انه خليك على طبيعتك، يعني مثل ما انت لا تتصنع، خليك انه انت مثل كبشار كحياتك الطبيعيه، كجعفر حياته الطبيعيه، واغلبكم انه انتم حبيتوني لانه انا على طبيعتي، انه انا ما امثل ولا يعني مثلا اجيب فيديوهات من مكان ثاني، على طبيعتي امشي الفيديو كانه انا حياتي الخاصه وشخصيتي هي هاي نفسها ما تغيرت من اول فيديو لحد اخر فيديو. طبعا جعفر كان له دور كبير بدعمي وشجعني كتير اني ارجع لليوتيوب، وقال لي روح وانا بظهرك، وهذا السبب انه انا اليوم واقف على رجلي وقاعد اصور بهالمنظر الجميل هنا. وطبعا للعلم انه انا جعفر مالي نايم من كتر ما متحمس للفيديو. شغلة ثانية أنا أحب أضيفها، إنه بشار أنا قلت له قبل شوي وهسه راح أعيدها عليه، وقلت له إياه قبل يمكن هاي ثالث مرة أقول له إياه، وهسه رابع مرة راح أقول له إياه، إذا تترك اليوتيوب انت بعد انا ما احكيك، يعني خلاص انا ازعل عليك، يعني صح انت صديقي هاي، بس انا اكثر من مره قلت لك اذا انت ما جاهز لا تدخل للمجال جعفر، يعني انا ما اقدر اخسرك، انت شخص انساك من اليوتيوب، انساك انه اكو شغلات يعني مشتركه بيناتنا، بس يعني انا قلت لك من قبل انه انا راح ارجع، ولك انت سنه تحكي لي بشار ارجع وانا ما قابل ارجع، قلت لك جعفر من اريد ارجع اريد ارجع بقوه، صار هالحكي لو ما صار. اوكي من هذا المكان خلينا نعتبره هي هاي البدايه ان شاء الله، ذا باس اتس باس، الفات مات، انت اعتبره هذا اول فيديو لك بحياتك راح تصوره، ليتس جو بيبي، ذس فيرست فيديو ان شاء الله، ان شاء الله مستمرين. انت مو عندك مايكين؟ انت مو عندك مايكين؟ يس عندي اثنين. الثاني وينه؟ ضل بالسيارة. شو يسحب؟ عن جد جعفر أنا أتشكرك كثير لدعمك والله. والله إن شاء الله، أهم شيء أنا عندي هسه إنه أنت تبقى متواصل وتنزل مقاطع فيديو، وإن شاء الله أنا وياك يعني إيش تحتاج قريب يعني. إن شاء الله إن شاء الله، حيكون في فيديوهات بالجنب قريباً، حتشوفوا تطور حيصير لجعفر كثير 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 حلو. ايوه ابرز البايسبس يا حلو. ان شاء الله جعفر حيكون يعني بمرحله التنشيف تبعي وحيكون وياي. جعفر ده يقول لي خابصنا بهاي الحدايد اللي خابصوك بيهن، بس مو راكب ذن الحدايد حتى من مو يعني مثلا رغم انه قشمروني، انه تخيل انه راح ارد اتقشمر بمارش. شهر الثالث ان شاء الله عندنا بطوله ثانيه حتكون هنا بسان دييغو، وان شاء الله ادعونا تكمل على خير. اللي ما بيعرف انه رحنا الى 3 ايام عنا نازله مطر، باعوا السياره شلون؟ طبعا السياره بدها خسله من الخسلات الزينه. امبارح وحده دعمتني هنا ابيها شخوط، طلع جعفر دعمتني، لا عنده لا انشورنس ولا عنده شهاده سواقه. المشكله انه على هاي الشخطات التامين ما راح يغطي لك، التامين يقول لك لازم ضربه قويه، لازم مدعومه السياره بها ضربه قويه حتى يعوضك. تعرف ايش اللي صار امبارح؟ احكي لك مقطع مضحك. انا كنت بالبوردر مال المكسيك بالهذا السي بي اكس هذا تبع المطار المكسيك، انا طبيت اريد ابرك، سياره اللي بجنبي واقفه،
هي شافتني فتت قامت اجت وفاتت علي، والناس كلها قلت لها ليش دعمتيني، الناس كلها المكسيكان ونطوا نطوا واحدة يقول انت اللي ضربتها. تعرف ايش ورجيتهم اني؟ تعال اقول لك، فرجيتهم هديك الداش كام. هاي والله جعفر مجرد ما طلعتها الكل سكت. طبعا هذا اثبات عليهم. ايه لانه غلطوا فيه. ام واحد بس تبع تراك قال هاي رقمي، اعطاها رقمه قال انا اشهد وياك. لكن المشكله مو هنا، المشكله لا عند لا شهاده سواقه ولا عند انشورنس. بيك حالي قلت له روحي سوي بوليس ريبورت عليها. خبرنا البوليس قال احنا ما نجي اذا ماكو اندري. شوف تفضل. ليش تروح بعيد هسه اليوم اللي صورناه الصبح بدايه المقطع اخوك؟ هاي الجامات على حساب 450 دولار، يعني 600 دولار. 600 دولار على حساب الخاص، يعني التامين يقول لك انا ما غطي الجامات، يعني لازم تكون السياره مفلشه حتى يغطي لك. نروح نفلشها، ليتس جو. وجينا انا وجعفر ناكل سي فود اوبن بوفيه. طيب هذا المطعم الاكل مالتهم كلش طيب، خاصه الروبيان. الروبيان انا طبعا مجربه هذا المطعم من قبل. يلا ليتس جو. قديش ياخذوا على الشغل جعفر؟ هذا المطعم ياخذون اعتقد 15 دولار للشخص الواحد. 15 دولار للشخص الواحد. خلي مفتوح يعني شو اللي عجبك تاكل. يلا خلينا نشوف. شوفوا ترتيب الاكل والنظافه شلون. واو واو. هذا اخذ منه. طيب هذا طيب. Are you sure? Let's go. على قول جعفر شكرا. بعد ترتيب السوشي شلون. واو واو بابا جعفر بعد ترتيب النظافة عن جد. هذا رهيب بشوي، لازم تجربه يعني. لازم انت تملا. انا يعني بيعجبني بهذا المطعم النظافة. It's very clean you know. But like it's very good bro. طبعا وهي الصوص مالتهم. واو حط عليها هيج بارفي. ناخذ هاي وياهم تيست وان. ما اعرف هذا لايك الزنجبيل بس ما اعرف شو هو، بس احبه كلش. هذا بيجي مع السي فود والله ما اعرف اسمه. واو واو المطعم. واو با جعفر رهيب هذا المعود. خلينا نشوف شو جبت. هذا لحم، اذا اكو سمك اذا تحب سمك. هسه خلينا نخلص معون الاول. ليتس جو. طبعا جيت اكل وما لقيت هدول موجودات، حاطينها معالي بيعرفونا عرب. حلوة هي، يعرفونا عرب. عمي ناكل تشاينا لايك تشاينا يو نو واي مين ولا تي تي ام دو 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 دو. It's so good. Very very good. Wow. أنا مرة جربت هاي. شو اسمها هاي؟ شريم. هذا شريم؟ والله مرة جربت الهاي ما لعبت نفسي. عندكم هاي بعد؟ واو. وهاي همينا. 100 100. طبعا اكو ناس اجت هناك كمان عرب اجوا للمطعم. بدك تشوف العرب اللي اجوا؟ اي اكو هواي عرب يجون هنا لانه الاكل يعني اكل البحري هذا. اي قاعده كلش كلاسيكيه. حلوه القعده. اي طبعا هم راح يجيب صحن ثاني بس شنو؟ خلينا نمسح التيبل اول. هالمره كترنا هذا الروبيان. شوف شلون اويلي فتشي رهيب. هذا صحن جعفر جاب صغير. جعفر مو اكيل. ترقبوا القضاء على هذا الصحن. ليتس جو. تموت تنشف. اي حبيبي ورا شهر.
بنهاية الشهر هذا. ما أقول لك بعد شهر. لا بنهاية الشهر هذا. ليش كل ما تقولي بنهاية الشهر هذا؟ أنا ورا 12 أكلي بس سمك. Come on man. Come on bro. بس هذا ضد التنشيف هذا الأكل يعني. لا بالعكس هذا أكل مال تنشيف. ما بيدنادوهم كل low carb وكله سمك. جبت وحدة. حتى هاي جابني جعفر عين ما عاد قدرت اشيل بيها. لك يا الله هاي جديده ما اعرف شنو هي. جبتها جديد. حط لقمه وحده ونشوف شلون طعمها. كلش طيبه كلش. واو عم جبت شغلة تانية. هاي جعفر عم تمنى أخذ منها. عشقي السيفود عشقي. طبعا نهيت الصحن الثاني بس تغلبت. ها جعفر شو رأيك؟ والله الأكل رهيب كلش طيب. كلش. أنا خلصت دول بالقوة. هات لنشوف قديش الرصيد بيض. هات يا عم. واو سو تشيب $35. بس طبعا مو صحبه انا والحلو. طلعوا الحلو هنا. طبعا اي لاعب رياضه مو صحبه ويا الحلو تماما. حتى هنا خضروات وجيلي. شو رايك بالحلو جعفر؟ والله الاكل يعني بدون مقارنه بالمطاعم كليته بس هذا افضل مطعم بالنسبه لي يعني كل شيء احب اكل هناك. فيري جود. نو بس انا بدي اقول رايك بالحلو. ما احب ان اكل حلويات يعني. انت عدوه مثلي. سؤال ثاني جعفر. ما رايك بالترتيب والنظافه؟ والله 100% النظافه إيه؟ احسن من محلات دخلناها هواي. وينك محلات الكهون؟ تعال والله اللي راح اصور. تعال تعال. يقول هسه جابوا الشرمب يريد ياكل هسه. يعني هذا اكلتي المفضله. تعال شوف جاي على مود الشرمب. هذا اكلتي المفضله يعني انا اجي للمطعم على مود هذا. قبل شويه ما كانوا مخلينه هنا لانه ما كانت وجبه. واو هيا انا باش طبق وخلصنا وطالعين هسه. كانت خوش اكله جعفر. والله بعد الايس كريم ما كان نيكست تايم. إيه. انا نيكست تايم ما بقدر الا ورا مارش ورا ما افوت البطوله. ونحن اصدقائي بكون وصلنا لنهايه الفيديو. كان يوم جميل جدا واتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو. وكان اليوم ويانا جعفر يلي حل الفيديو كلياته. وكانت اكله كثير طيبه الصراحه. هذا اول مره اكله بحياتي. ايش كان اسمه؟ سيفود. مو سيفود لكن سيفود اكله. آه هذا الشرمب. الشرمب الجمبري جمبري ايش اسمه. ولا تنسوا اللايك وشير وسبسكرايب. وان شاء الله بدعمكم راح نضل مستمرين ونشوفكم فيديو جديد. ليتس جو.